بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الخميس 11/4/2013. النظام بس دعاية كاذبة لجميع وسائل الإعلام بأنه هو أحكم السيطرة أو أحكم تدنيس الجامع الأموي الكبير، ونحن نعلن تطهيره، ونحن الآن موجودين بقلب الجامع الأموي الكبير. عصابات الأسد صار جامع الكبير بالنسبة إلى حلم تدنيسه. الحمد لله رب العالمين، فضل المجاهدين الشرفاء اطهر الجامع الأموي ولا زال بيدنا، وما رح نتخلى عنه لا بكثير ولا بقليل، وإن شاء الله رح عقبال ما نطهر البلد كلها من العصابات الأسدية. ورسالة لأخواننا المجاهدين بالدول المجاورة بالعراق وغيرها وغيرها، نحن الحمد لله صار عنا فائض من الأسلحة والذخيرة بما يكفي. كل اللي عم تبعته روسيا والصين وإيران لعصابات الأسد عم يصل لإيدنا، عم ننتزع السلاح من يد عصابات الأسد ونحارب من فيه. فلأنا بحاجة لسلاح ولأنا بحاجة لزخيرة، بحاجة لشيء واحد فقط لا غير، حدا يضم ضمننا جراحنا وبس. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.